تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وعترته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ما أسرع الأيام في تقضيها، ما أسرع الساعات في تمضيها، غدت السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كسائر أيامنا. سرعة يشتكي منها الصغير والكبير، لقد افتقدنا بركة الزمن إلا شيئا قليلا. وهذه السرعة التي نشتكي منها تظل سرعة بطيئة بطيئة في درك ذلك الشهر الذي نترقبه وننتظره، شهر رمضان العظيم. لوحت يا رمضان بالخيرات، وغمرتنا يا رائع النفحات، بالأمس غبت فأدبرت أفراحنا، واليوم عدت فمرحبا بالآتي. نعم، الساعات سريعة والأيام أسرع، ولكن مع ذلك تظل بطيئة إذا ما قورنت بالشوق الذي يعتلج في قلوبنا والذي يختلط بنيات قلوبنا. املأ الدنيا شعاعا أيها النور الحبيب، قد طغى الناس عليها وهو كالليل رهيب، فترامت في الدياجي ومضت لا تستجيب. ذكر الناس عهودا هي من خير العهود، يوم كان الصوم معنى للتسامي والصعود، ينشر الرحمة في الأرض على هذا الوجود. لا أيها الإخوة، خطيبكم لم يختلط. أنا أعرف أن هذه الجمعة هي الثانية من شعبان، وبيننا وبين رمضان برزخ فيه 20 يوما أو تزيد، لكنني مع ذلك يطيب لي في جمعتي هذه أن تكون هذه الجمعة مقدمة بين يدي رمضان، ويطيب لي أيضا أن أرحب بالشهر الذي ننتظره والظرف الذي نحبه. هلا رمضان يا شهر الدعاء وشهر الصوم شهر الأولياء، ومرحبا يا حبيب القلب مرحا، سأهديكم نشيدي بالثناء، وكم لله من نفحات خير بمقدمك السعيد أخ الثناء. ورحمته تحيط بكل عبد يتوب ويرتدي ثوب الدعاء. أيها المباركون، نحن في طيات شعبان الذي رأى فيه أسامة بن زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أسامة وأبيه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، ثم ارتقبه فإذا هو يصوم ويسرد الصوم حتى لا يكاد يفطر صلوات الله وسلامه عليه. قال أسامة: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور، ما تصوم من شعبان؟ قال: المطيبة الأفواه بالصلاة والتسليم عليه، ذاك شهر تغفل فيه الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يا لله،
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يسرد الصلاة والصيام ولا يتخلف عن باب من أبواب العبادات حتى يكون له فيه قصب السبق صلوات الله وسلامه عليه. تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. أخرجه البخاري ومسلم. شهادات أم المؤمنين متضافرة متتابعة، أن نبيكم صلى الله عليه وسلم لم يكن يفوت شعبان إلا وهو يقضيه بالصيام. هذه أم سلمة تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، لقد غبي عليها أنه ربما أفطر في بعض شعبان من كثرة ما كان يصوم صلى الله عليه وسلم. والشهادة خارج محيط حجرات أمهات المؤمنين متضافرة أيضا. فهذا أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ولا يفطر حتى نقول ما في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطر العام، ثم يفطر فلا يصوم حتى نقول ما في نفسه أن يصوم العام، وكان أحب الصوم إليه في شعبان. لقد ذهب بعض أهل العلم مذهبا قصيا، فخرجوا عن ظاهر النص في تفضيل صوم شهر الله المحرم بعد رمضان، فقالوا إن صيام شعبان أحب إلى الله حتى من صيام الأيام من شهر الله المحرم، ذلك أن شعبان مقدمة بين يدي رمضان، وما جاور الشيء أخذ من حكمه. لماذا يا رسول الله كنت تصوم شعبان تصومه كله إلا قليلا؟ قال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه، بين رجب الحرام وبين شهر الصيام ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. لم يكن صلى الله عليه وسلم يترك صيام يوم الخميس أو الاثنين لأنهما يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله، لذلك يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله وهو صائم. وفي الوقت الذي يتجلى فيه الله جل الله فينزل إلى سمائه الدنيا، لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا الوقت خلوا من عبادة يؤديها، أو طاعة يرددها، أو قرآنا يتلوه، أو ذكرا يراجعه. إذا انتصف الليل وذهب هزيعه ولم يبق إلا الثلث الأخير منه، نصب الأقدام صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الأوقات الفاضلة لا بد أن تعمل بالطاعات والعبادات، والأوقات التي يغفل الناس فيها عنها كذلك هي أشد توكيداً في عمارتها بالطاعات. ما أفضل التقرب إلى الله تبارك وتعالى في وقت تذهل فيه الناس أو ينشغل الناس فيه بدنياهم، اسمع رعاك الله إلى هذا الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أي شيء أشغله، أشغل في أهله أو غير ذلك، لكنه حين خرج قال: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم في هذه الساعة. أخرج ذلك الإمام مسلم. تقرر عند العلماء أن أفضل الطاعات وقعاً وأكثرها محبة إلى الله أن تعبد الله أو تطيعه أو تذكره في الوقت الذي يغفل فيه الناس ويتشاغلون بدنياهم. لذلك كان داخل السوق الذي هو محل الغفلات والاشتغال بالصفق والبيع والشراء
كان عاباً من الحسنات إذا هو ذكر الله تعالى. من دخل السوق عند من يصحح الأثر، من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف سنة حسنة، ومحى عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة، وبنى له بيتاً في الجنة. ذكر يسير وأجر كبير، لكن العلة والسر أن الأسواق التي هي أبغض البلاد إلى الله، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي موطن الغفلات. وذاكر الله في هذا الوقت مستحق لهذا الأجر الكبير. إن الذي يتقرب إلى الله عز وجل في الهرج أي أزمان الفتن، إن الله تعالى يدخر له أجراً كبيراً. قال عليه الصلاة والسلام للعامل منهم أجر خمسين منكم، الخطاب للصحابة رضوان الله عليهم، للعامل منهم أي في أزمان الفتن في وقت الهرج أجر خمسين منكم، إنكم لتجدون على الخير أعواناً ولا يجدون. لذلك كان عادة السلف أنهم يحيون ما بين العشاءين، إذا صلى أحدهم المغرب بقي في مصلاه راكعاً ساجداً، لأنه وقت يكثر فيه القيل والقال وتكثر فيه الغفلة. المنفرد بالطاعة عباد الله يدفع النقمة عن أهل الأرض. قال بعض السلف ذاكر الله في الغافلين كمثل الذي يحمي الفئة المنهزمة، ولولا من يذكر الله في غفلة الناس لهلك الناس. وحملوا عليه قول الحق جل ثناؤه، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. قالوا دفعه عن العصاة بأهل الطاعة. قال ابن رجب وفي الأثر إن الله يدفع بالرجل الصالح عن أهله وولده وذريته ومن حوله. وما أجمل أن تكون هذه الطاعة في وقت يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان، والأجر كما تعلمون على قدر النصر. السلف رحمهم الله كانوا إذا جاء شعبان استعدوا لرمضان، يشرعون المصاحف ويقدمون أعمال البر ويصومون ويذكرون الله كثيرا. هذا عمرو بن قيس كان إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. ما أحوجنا وما أحقنا بهذا الأدب من عمرو بن قيس. مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلاً بحرمتها، أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قهراً، ويخلي الموت قهراً منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه يا طوبى للمستغفرين. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيماً لشأنه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وإخوانه. أما بعد، without doubt my brothers and sisters, time is going so fast that a year has become like a month, and a month like a week, and a week like a single day. There is no expression that captures the passage of time more than the phrase that says, time flies. It literally flies. This is the second Jum'ah
in the blessed month of Sha'ban. The countdown to Ramadan has begun. We're counting days to the beautiful, beloved month of Ramadan, the month of supplicating to Allah, the month of fasting, the month that the true friends of Allah, they rejoice when it comes. We're in the month of Sha'ban, in which the noble companion Usama ibn Zayd, he saw the beloved Messenger sallallahu alayhi wasallam fasting continuously in this month of Sha'ban. And he fasted so many days. And when Usama, he asked the Messenger of Allah, why do you fast so many days in this month? I have never seen you in any month besides Ramadan that you would fast for so many days except for this month of Sha'ban. What is so special about this month? And here's the answer. He said, it is a month which people are heedless of. They do not pay attention to this month. They are literally negligent of this month, which is between Rajab and Ramadan. And it is a month in which the deeds are taken to Allah subhanahu wa ta'ala. In this month, the deeds of the whole year, they are ascended in the presence of Allah, the Lord of the universe. And He says, and I would love when my deeds are taken before my Creator that I am in a state of fasting. This is a man whom Allah has forgiven all his sins, past, present, future. But this was a man who would never let go of any opportunity to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Our beloved mother Aisha, may Allah be pleased with her, she says that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, in this hadith which is in Bukhari and Muslim, he would fast to the point that the Sahabas would say, this year he has no intention of breaking his fast. He would fast continuously, yasrudu sawm. And then at times, he would not fast to the extent as the Sahabas would say, verily this year, he has no intention of fasting. And he did not complete the fasting of any month except Ramadan. And he never fasted for so many days in any month except the month of Sha'ban. And the testimonies of the mothers of believers are all in concurrence. Ummu Salama radiallahu anha, she goes as far as to say, I have never seen the Messenger of Allah fasting two consecutive months except Sha'ban and Ramadan. Subhanallah. He would fast Sha'ban except very few days, and so it escaped her attention. And she thought perhaps he fasted both months consecutively. But without doubt, he fasted this month except a few days just before the beginning of Ramadan. And Anas radiallahu anhu describes his fasting with the same words as Aisha radiallahu anha. And then he concludes by saying that the most beloved fasting to the Messenger of Allah, وَكَانَ أَحَبُّ الصَّوْمِ إِلَيْهِ في شعبان. The most beloved fasting outside Ramadan to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam was fasting in this month of Sha'ban. Some scholars have gone as far as saying, categorically stating, that fasting in the month of Sha'ban is even superior to fasting days in the sanctified month of Muharram. Even though the hadith suggests otherwise. Why did they say this? They say because the closest month to Ramadan is Sha'ban. And so therefore, when it is so close to Ramadan, it almost has the same virtues
as the month of Ramadan. So why would the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam spend the days of Sha'ban fasting? This was a man who would not miss on fasting every Mondays and Thursdays. And when he was asked, what was the secret behind fasting on Mondays and Thursdays? And he said, those are the 2 days in the week, the deeds that a person does in the week, those are the 2 days in which those deeds are ascended to Allah subhanahu wa ta'ala. And I would like also that when my deeds are taken to Allah, that I am in a state of fasting. So he would not waste any opportunity except that he would take it. And when Allah subhanahu wa ta'ala, he descends in a manner that befits his greatness, when he descends to the earthly heaven, Rasul sallallahu alayhi wa sallam is standing up in prayer. When part of the night is gone, and there is only a third of it left, Rasul sallallahu alayhi wa sallam is standing up for long hours in prayers, seeking nearness to Allah subhanahu wa ta'ala. Why? These are moments when people are deep asleep. Yet the ajr, the rewards of standing in the presence of Allah are so great that he would not want to miss out. So therefore, my brothers, those times, those days, those hours, those moments that are specifically mentioned to be superior, it is even more emphasized that a person should do as much good deeds as he can. These are the times, my brothers, that Rasul sallallahu alayhi wa sallam mentioned that people are negligent. People do not pay attention to those times. They do not know the superiority of those days and those hours, or they are busy with their dunya and their lives. So much they do not pay attention to it. Listen to this amazing hadith of Abdullah ibn Umar. May Allah be pleased with him and his father. He says that one night they were waiting for the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to come and lead them in the Isha prayer. And he delayed coming out so much so that it was almost midnight, half of the night was gone when he finally came out. And listen to what he said to the Sahaba. Verily, you are awaiting a prayer that no one on the face of this earth is awaiting except you. Had it not been that I hate to burden my ummah, then I would have made it for them to pray at this particular time. But out of compassion and concern that he had for this ummah, he let them pray at the beginning time. But when people do ibadah, when very few pay attention and they acknowledge those times, that is the more the reward with Allah subhanahu wa ta'ala. And that is why, my brothers, the hadith mentions that a person who enters the marketplace, and of course the marketplace, you should not picture in your mind, it is only the traditional market where people sell vegetables and cattle and livestock. No, the modern day market is the malls and the business plazas and such places. Whoever who enters those places and he says this dhikr, this remembrance, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Listen to the reward. The beloved messenger says that Allah records for him in his favor 1 million good deeds and wipes away 1 million sins and builds for him a house in Jannah. One day I gave a khutbah and a brother came to me after salah and he remarked and said, brother, don't you think that is too much? And I say, don't you know who is Allah subhanahu wa ta'ala? He gives without limit. So if Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that he gives this much, trust you me, my brother, he gives even more than that.
Why does a person earn so much rewards? Because the negligent person, the human being, when he enters the mall, he does not remember Allah subhanahu wa ta'ala. The malls and the marketplaces are the most disliked places to Allah subhanahu wa ta'ala. Because people are heedless, people are negligent, people lie, people swear, there's music, there's nudity, you name it. Any munkar that you can imagine, you will find it in the malls and the marketplaces. That is why it is the most hated places to Allah subhanahu wa ta'ala. So a person who enters a place like this, and he remembers Allah by saying those words, he earns an enormous reward with Allah subhanahu wa ta'ala. Likewise, my brothers, the hadith of the Messenger of Allah, which is in Sahih Muslim, it says that in times of fitna, like the era we live in, and he described it, fi waqt al-harj, at a time when bloodshed has become widespread. You look right, you look left, every morning and evening on the news, it is nothing but bloodshed. Blood of humans spilling all over the place. In such difficult times, he said, the person who engages in ibadah and worships Allah subhanahu wa ta'ala, and he's speaking to the Sahaba, he says, they will earn the rewards of 50 amongst the Sahaba. The Sahaba said, Messenger of Allah, did you mean 50 from amongst them? He said, no, I mean 50 from amongst you. إِنَّكُمْ لَتَجِدُونَ عَلَى الْخَيْرِ أَعْوَانًا وَلَا يَجِدُونَ. Simply because the Sahabas, they live in the best of times. There is every incentive to do something good. The Prophet is there right in their midst. And they look at each other. A person looks right, there's Abu Bakr, there's Umar, there's Uthman, there's Ali, there's Talha, there's Ja'far. There's so many beautiful persons and they're all competing, seeking nearness. There is every incentive not to be left out. But in this day and age, do we have such people? Do we have the beloved messenger in our midst? No. A person who engages in ibadah in these days, he earns the rewards that is equivalent to 50 of the companions of the Messenger of Allah. It does not mean superiority. Do not misunderstand, my brother. That is why the early Muslims, my brothers, they used to strive. When people are heedless, they would go an extra mile. And that is why you find in the books of biography, when you read about the early Muslims, between Maghrib and Isha, a man would stand up in Salah until Isha. Once Maghrib is over and he's prayed his Sunnah, he would continuously pray optional prayer until it is Isha. And this Qiyam is known as Al-Qiyam Ma Bayn Al-Isha'in. Why would they stand up in prayer or recite Quran? Because they know that is the time when people don't pay attention to. Come to the masajid. As soon as Maghrib is over and people scatter, there's hardly people in the masajid. But if you go to the cafeterias and places where people chit-chat and they drink coffee, and it is full of people. But come to the masajid, it is empty. So a person who spends those precious moments, he earns great rewards in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. And they said, ذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَافِلِينَ كَالَّذِي يَحْمِلْ فِئَةَ الْمُنْهَزِمَةَ. A person who engages in ibadah when people are heedless, this is a protection. He is seeking protection from Allah subhanahu wa ta'ala. And through his ibadah, Allah protects not only him, but his family, his children, his offspring, his business, and everything that he does. Forget about the business, the insurance policies that people buy. Wallahi, there is no better insurance policy to protect yourself and your family and your wealth than engaging in ibadah and seeking closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah guarantees you protection. My brothers, Sha'ban will soon be over and will be in the month of Ramadan. And I know, my brothers, this is our nature. We make so many plans for Ramadan. We say, inshallah, if Ramadan comes, bi'idhnillah, every 4 or 5 days, I will complete the entire recitation of the Quran. When Ramadan comes, I will do so much and so much and so much. And then when Ramadan comes, everything falls apart.
All the plans that a person made for Ramadan, literally the first day or just a couple of days into Ramadan, it just dissipates and disappears. Why? Because this kind of transformation, instant transformation, it goes against the laws of nature that Allah created. That you come Ramadan and you instantly transform, it just doesn't go like that, my brothers. A person who prepares in Sha'ban before Ramadan and eases gradually, he starts fasting in Sha'ban. The early Muslims, when the month of Sha'ban would come, they would close their businesses. Not only would they take time off work in Ramadan, when Sha'ban came, they would close off their businesses and dedicate time to Quran. And that is why the month of Sha'ban, because of how much they used to recite the Quran and their attachment to the Book of Allah, they refer to this month as Shahrul Qurra, the month of the reciters of the Quran. So my brother, this is the time you start easing off your addiction to that smartphone that is surely leading you, wal'iyadu billah, to hellfire, to a very dangerous path. This is the time to ease off your addiction to this gadget that has destroyed so many people and continues to destroy them. This is the time to seek nearness to Allah in preparation for Ramadan. عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال عز من قائل عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وتدوان عن مبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى صحابته أجمعين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان اللهم احقن دماءهم في مشارق الأرض ومغاربها اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم سلمنا إلى رمضان وتسلمه منا يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة